وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول. وإذا أصابه قدر من الله عز وجل، يعني مصيبة، أصابه مصيبة، والنفوس تكره المصائب، ولكن القلب المنيب لا يكره المصائب لأنه يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، فتكون المصيبة خيرا له، تنبهه وتطهره، توقظه من الغفلة، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وهذا في القرآن كما في قولها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرضون بذلك، وتكون المصيبة بالنسبة لهم منحة من الله عز وجل، تكون المحنة منحة من الله. نعم.